جو فلك بقول لك حاجه، ما تقولي كده تعملي كوبايه شاي على السخان النبي عشان الواحد يدفى شويه. ده انا بصي طلقنا احسن يا حاجه، ولا ان هو عامل كوبايه شاي مش متحركه؟ لا لا انسى انسى انسى. ايه ده؟ طب بصي كده، لا انا الساعه 6 دلوقتي وعندي درس وعايز يا بابا انزل الفلوس ده عشان حد. انت ايه الفلوس عندك جوه في جيب البنطلون؟ خد خش اللي انت عايزه. هو ما انا اخدها من هنا ايا. بابا انا عايز اجيب حضرتك 1200 جنيه، هاخد 200 جنيه بتوع الدرس يبقى 1000 جنيه مصاريف بقى اخر الشهر وكده تمام؟ ماشي حبيبي خد اللي انت، وانا هاخد روحك بعد ما اخلص مش لما هو ماشي. الحلاوه دي اقسم بالله. طب انا هحطه بقى على الشارع هنغير. يا شيخ انا كده بصلح. يا بابا لو النبي يا بابا مش عايز اروح. طب نسمع بس، تعالى معايا احنا هنركب البراره والبتاع اللي بتفجع هيبقى جمدان. بس يا بابا اسمعني والله العظيم انا لو نزلت ممكن اغرق، لا بحب البنانه ولا بحب البتاع اللي بتطير. العموم براحتك يا بابا، انا هروح اطير في الجو واخرب. نهار اسود يا عم، خلاص انا اسف نزلني يا جدع. بص انا قاعد انت عفوش قوي، نزلني خلاص نزلني انا عايز انت. يا نهار اسود، الحمد لله ربنا ما راحش، انا هستناك في الفندق بقى يا بابا. انت يا جدع اللي تحت نزلني خلاص حاجة عليا، ما كنتش اعرف انها كده يا باشا. يا راي انا هرس ودم قرش في تحت قرش وربنا. ماما يا ماما ماما ايه اللي حصل؟ مش حاجه، البيت ولع تمام. ما ولعش ازاي؟ يبقى زلزال صح؟ انا حسيت بحس زلزال. البيت زلزال ايه بس؟ مفيش حاجه. يا ورث دي ستك مات، ستك مات. لا الحمد لله عايش الام، مفيش حاجه. الله يخرب بيتك بغرينا السباكه وضربت في ايه اللي حصل؟ انا بس كنت جعان فعايزك تعملي اكل. اه يا امي فيها، بس تعمل لك خلاص ورقه. هيكلم البحر تركز زي ما قلتليش. اه يا بجح، هو فين؟ هي حاجه منه اهي. طب لقيته ازاي؟ لا هي انت عايز تعرف جبته ازاي؟ خش اتفرج على الفيديو على اليوتيوب. اسمه ايه الزفت؟ الكنز. ايوه يعني اكتب ايه؟ ما قلت لك يا ماما الكنز او الكنز القيصر هتلاقيه على طول. ماشي يا كلب البحر، خش انت جوه. كده ايه ما ملكوش. ماشي هكتب اهو الكنز القيس. يعني كلب البحر. فاضي يلا كده ادور لك انت باليوتيوب بتاعك.